دكتور احمد صبري. الو السلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيف اسماء، منوره. الحمد لله، الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك وحضرتك طيبه والساده المشاهدين بخير يا رب. امين يا رب، امين يا رب. دكتور احمد صبري طبعا يعني استاذ التغذيه والسمنه. هنكلم بقى هناكل ازاي في رمضان، الاكل الصحي في رمضان. انت عارف ان احنا في رمضان بنحب ناكل الاكل الدسم، او العزومات بتاعت رمضان بتبقى تقيله وفيها دهون كتير، نعمل ايه عشان نوازن الموضوع ده؟ اول يعني اسجل اعجابي بالبرنامج وبحيي حضرتك على مجهودك، ويعني ثانيا الناس اللي هي بتحب ان هي تحافظ على وزنها في رمضان وتحب ان هي يعني تنزل كمان في الوزن، في فرصه كبيره جدا لينا ان احنا نقدر نتغير. رمضان مش شهر للاكل الكتير وللعزومات فقط، ولكن مجرد ان احنا نقنن اكلنا ونبدا ان احنا نسيطر شويه على شهيتنا هنبدا ننزل. لكن في الحقيقه انا عايز اقول شويه جايد لاينز او شويه انستراكشن، بعض التعليمات لجمهور حضرتك يا شيف اسماء. اولا احنا نقدر ان احنا نجزء الاكل، ما ناكلش الاكل زي جرعه واحده او لايك وان شوت، يعني مره واحده. دي اول حاجه عايزين دكتور ناكد عليها. انا هقطع حضرتك في الحته دي، يعني شهر رمضان ناس كتير بتقول ان صعب جدا تخس فيه، لكن لا حضرتك بتقول لا نقدر نعمل ده بسهوله، يعني ما فيش مشكله فيه. تمام، صح كده؟ تمام مظبوط. يعني هو العرف او العادات والسلوكيات بتاعتنا هي اللي بتخلينا ان احنا نزيد في شهر رمضان بالظبط. لكن الحقيقه احنا 16 ساعه او 17 ساعه صيام، يعني ده يعني جدير ان احنا نقل في الوزن مش نزيد. أيوة. فاحنا الحقيقه بناكد على النقطه دي لان انا بجد شايف ان دي فرصه كبيره جدا. حتى ربات البيوت اللي بيتابعونا بيقدروا بجد ان هم يخسوا من غير اي حاجه، مجرد بس ان احنا نعتدل، يعني نتبع سياسه الاعتدال. لكن انا التعليمات اللي كنت بقولها بس اللي هي فكره تقطيع الاكل دي من اهم الحاجات. احنا نبدل الحلويات بفاكهه لان هتدينا نفس مصادر الطاقه بالظبط. الحاجه الثانيه احنا ممكن نخفف السحور، يعني بلاش ان احنا نتقل في السحور. ما هو ده الكارثه، السحور هو الكارثه فعلا. بيض وفول وبنقعد ناكل عشان ما نجوعش ثاني يوم والكلام ده. سليم سليم. يعني انا شايف ان احنا نقلل شويه في وجبه السحور، بلاش يعني ناكل كتير وبالذات النشويات، ولكن احنا ممكن ناكل حاجه مثلا زي بروتين زي الفول والبيض مع الزبادي مع مثلا واحده توست او واحده سن، ده يبقى خفيف وسلس. كمان الناس اللي هي بتشرب ميه يعني وقت السحور بلاش، خلينا ناخد الميه دي عاده، كل ساعة دي عاده وساعتين. لا دي عاده الناس كلها بتعملها، بتقعد تشرب لو هتقدر تشرب 10 لتر ساعه السحور بيعملوا كده، فدي عاده خاطئه مش صح. يعني اللي انا عايز اقول ان ده بيجهد الكلى وبيخلي الميه كلها بره الجسم، بيخلي الكلى تطرد الميه كلها بره الجسم. ده اكبر غلط بنقع فيه. فعلا بنعطش فعلا تاني يوم، يعني فعلا بنعمل كل ده ونعطش برضه تاني يوم. صح صحيح، يعني تاني يوم ده بيخلينا نعطش. خلينا كل ساعه ساعتين نشرب ميه، ده هيكون افضل لينا بكتير. كمان يعني يمكن اخر حاجه عايز اقولها للمشاهدين ان احنا بننسى في رمضان نتحرك، يعني مع متابعه التلفزيون ومع الاكل والكلام ده كله. يعني برضه نصيحه بسيطه، نعمل حتى ست البيت ووك ات هوم، امشي جوه البيت لو نص ساعة أو كذا، أو لو مثلا بيروح المسجد يصلي روح شوية، يعني ممكن لو يقوم يساعد مراته في البيت مثلا يا دكتور. ممكن يقوم يساعد مراته في البيت مثلا شوية. يعني هو صعب شوية بس ممكن برضه. يعني يا ريت يعني يبقى في حركة بحيث إن ده يساعد جدا الناس إن هي تحفظ، ويعني يطلعوا بمكسب كبير جدا من رمضان. ايوه. فيا ريت ياخدوا ده بعين الاعتبار. ان شاء الله. مبسوطه جدا بمداخله حضرتك، واكيد كانت مفيده لناس كتير بتتفرج علينا وبتسمعنا. يبقى زي ما الدكتور احمد صبري قال لنا، شرب الميه يا جماعه على طول قبل السحور بكميات كبيره ده مش صح. حاولوا تجزأوا الموضوع، يبقى كل ساعه او ساعتين. نحاول نعتدل في الأكل، يعني أنا نفسي هحاول أعمل كده لأن أنا بحب الأكل جدا، وفعلا عندنا مواريث كده في رمضان إن رمضان بتاع الأكل.
والعزومات والكلام ده، بس انت